بمعرض دبي الدولي للسيارات شفنا سيارات اختبارية كتير. هاي اللائحة بتمثل ثلاثة من أفضل هاي السيارات برأينا، خلينا نعرفكم عليهم أكثر. وضعت مرسيدس AMG كل الخبرة اللي حصلت عليها من سباقات الفورمولا 1 بهاي السيارة اللي هي رح تنتجها للطرقات. هاي السيارة عبارة عن سيارة هايبريد بمحرك بترولي V6 بسعة 1.6 لتر وبوصل لسرعات دوران قصوى بتوصل ل 11,000 دورة بالدقيقة، والسيارة مزودة بأربع محركات كهربائية موزعة بالسيارة. اثنين من المحركات الكهربائية عم بدفعوا العجلات الأمامية، واحد منهم متصل بالمحرك الوقود الموجود داخل السيارة، والمحرك موجود داخل علبة الكرانك أو المحور العمودي للسيارة. واسمعوا هذا، المحرك الرابع موجود داخل التيربو، وبظن أنه هناك ليلغي تماماً أي تيربو لاج أو تأخير بالتيربو ممكن يحدث مع هاي السيارة. عم تعطينا النيسان بليد جلايدر نظرة مستقبلية لخطط نيسان مع السيارات الكهربائية. هاي السيارة الاختبارية ذات الشكل اللي فعلاً بليق باسم مثل بليد جلايدر عم تحصل على محركين كهربائيين عم بيولدوا 707 نيوتن متر من العزم، وعم بدفعوا هاي السيارة لسرعة 100 كيلومتر بالساعة بأقل من 5 ثواني. فعلاً شيء مشجع لحتى ننتظر من نيسان سيارات كهربائية بهيك مواصفات رياضية بالمستقبل القريب إن شاء الله. سيارة BMW X7 الاختبارية هي سيارة ممكن نوصفها إنه هي سيارة 7 سيريز من BMW بس SUV، وهي سيارة طبعاً بثلاث صفوف من المقاعد من BMW، وراح تكون أول سيارة SUV من BMW عم تحصل على محرك V12، وراح تتنافس مستقبلاً مع سيارات مثل المرسيدس GLS والأودي Q8.